الشارع العربي استقبل فوز بايدن بحذر شديد، بحذر شديد لأنه مضلل. له تجربة، الشارع العربي له تجربة مع الحزب الخاص ببايدن اللي أفرز له قبل كده أوباما، اللي كان سلوك تعامله مع منطقة الشرق الأوسط كلها ثورات وكلها احتجاجات وكلها نزاعات وكلها تقسيم ودعم الجماعات السياسية. فالشارع العربي قلق من دخول بايدن يسترجع مرة أخرى الأجندة. لا، هو شوف، عايز أقول لك حاجة، لازم نبقى منصفين. هو في نوع من العاطفية هنا والانفعالية غير المبررة. أولا أوباما الأمال عليه كانت أكثر، هو التوقعات أعلى بكتير مما يستطيع أنه يوفي، والتوقعات برضو مع بايدن لو زادت عن حدودها هيبقى فيه نوع من خيبة الأمل. أنا عايز أقول لك السياسة في أمريكا، السياسة الخارجية بتتحرك في حيز معروف 5 سنتيمتر إلى اليسار كده أو اليسار كده في حالة الديمقراطيين، حزب الديمقراطي، أو 5% إلى اليمين في حالة الجمهوريين، إنما بيظل البلك بتاعها في الوسط. لا تأثر باسم الرئيس أو حزبه. التأثير زي كده؟ في تأثير ولكنه تأثير محدود. إحنا بقى هنا بنشعل في أي شيء. إحنا عاوزين 5% دول يبقوا 50% بدون ما ندرك طبيعة السياسة في أمريكا، طبيعة المجتمع الأمريكي. المجتمع الأمريكي لا يميل إلى التطرف، لا يمينا ولا يسارا، وإذا حد تتطرف به على طول في الانتخابات النصفية بيعدلها. تعرف في انتخابات كل سنتين، أيوة، وفي انتخابات كل 4 سنين. فلو في السنتين الأولانيين لأي إدارة جديدة لو لا تطرفت يسارا هينتخب بتوع حزب الجمهوري اللي هم يمينيين. لكن أوباما وبايدن لما كان النائب بتاعه كانوا دائمين دعم المعارضة في سوريا وفي ليبيا واليمن بالأسلحة ضد الأنظمة الشرعية اللي موجودة، وده فت الدول كتير زي ما احنا شايفين دلوقتي. لا لا، خايفين من تكرار نفس النموذج. لا، هو النموذج ده ايه؟ هو كان بيساعد مين؟ خصوصا ان اوباما كان داعم قوي جدا لبايدن في الفوز، وكأنه بيرسل رسالة الى المنطقة. لا لا، مش لا، بالعالم كله، مش احنا برضو متخيلين ان العالم كله، ان امريكا كلها كل يوم او العالم يقول النهارده هنعمل ايه في العرب؟ هنعمل ايه في المسلمين؟ لا، انت بتمثل كعرب كمسلمين ما لا يزيد عن 8% من سكان العالم.